فين يا اسطى اللبن يا اسطى؟ تلاقي يا سامي. فين يا اسطى الكوبايه اللي انا بحب اشرب فيها المجعلصه دي؟ مش عارف اسمه ايه. يبقى فيها زباين. شوف معايا زياده. معايا زياده بس معلش. ده 100 ميجا يا عم مش عارف حاجه. 100 ميجا يعني ده بلاش دي برضه. من سعادة. أحالة. أحالة. أشرب فين طيب؟ أي لعكوبة. أي شرب دي. في دي؟ أوه. ببقى عم دي بتاعت الناس العادية المنة بشرب. دي بتاعت عامة الشعب دي. لا حرام يا عم مسلسل مين؟ مسلسل. تليفوني. يا عم مش مسلسل. مسلسل دين يا أحمد. أيوة. ايه يا عم؟ تلات مرحلة ابن مسلسل ديني ودين امي. الجعفري يا جدتي في الاربعة. الجعفري. الجعفري. فاكر الجعفري يا ولدي؟ سعيد الجعفري. سعيد. يعني سمعت حاجة يا ولدي ليه الواحد يقول نفسه يبوس نوم؟ اطلع بعد انا اربعة يا ولدي. يا ابني المرة توجع التليفون حرام عليك. اربعة يا امك. اربعة ايه يالا؟ جوز اربعة الجعفري. طب ما انت بتسمع يا اسطى اهو. لا سمعت شغله منك انت ولدي يا عبد الله. بقول لها ما عادش بقدر غير البوستين. اقولها لك يا احمد؟ اقولها لك؟ قول يا سلام انت شغلتك. بس تسيب التليفون وتسمعني. حاول يعني. بقول لك مرة واحد. بقول لك مرة واحد فلوس. المهم اتجوز بنت كيوت خالص وجملك كحك من على ايد ده. ولو وجع حط لها بتاع 17 كحكة. الكحكة كانت لوكس. راح كسر لها واحدة. دب دب شغال والدنيا ماشية تمام. اكسر لك واحدة جالت له اكسر. فضل يكسر لحد ما خلصهم كلهم وشغال على عينك. على اخر. والمهم قالت له ايه مفيش كحك تاني. اكسر كمان كحكاية. قالت له قال لها خلصوا اكسر لك البطين. ابن علي فك لها 3 متر كده. بيوت. بيوت ايه بس؟ فجر ده كنت بس اللي بالك ايه ده يا جماعه اجي في الرطوله كيفش في الكوبايه ده خلى لك حكايه انت قال ده يا هو ده طلع والله مش عارف انا هاخده معايا ولا مال لا في منه صغير يا معلم جابوا اشوف كوبايه طلع كده اهو عارف يا فاهم الكوبايه والله احسن من التاني ده اللي جاي احسن من كده ضربها 10 مش احسن من قال له هي دي اسمع دالك اسمع يقول لك مره عيل صغير ضربته كل يوم ما بص ما بيجليش بيشوف هو بيعمل كده ابوه زهق منه راح ربطه في رجل السرير بسلسله حديد وحبسه اسبوع ولا اكل ولا ميه الواد رجله نشف بس برضه بيضرب 10 والواد شغال على الناشف على الاخر راح ابوه فتح عليه الباب وداخل لقى الولد برضه شغال بيضرب قال له تفو على امك الواد شاف التفه جايه هتفه بيده قال له هي دي مستنى ابوك اول يا عم يجيب لي مزرعه حياه ابوك اول يجيب لي مزرعه حياه يا حاجه يلا انت جاهز خلاص انت جاهز روح
وردية احلى وردية النهارده. احلى وردية النهارده. يا عم كلهم يا رجل. اول يوم وردية؟ اه كانت بيض. عملت بتاع 3 قهوة. كل شيء يتصل معك عبده. أنا بدي أمصلحك. أروح فين أنا أمصلحك. فاكر زيزو؟ آه. زيزو لك زيزو. زيزو تيجي تاخد الحاجة اعمل لك كده. ممنوع. عزيز. اه. الله يرحمه. الله يرحمه. ماشي يا باشا. بالله عليك خد يا عصام معلش. ايه. امسك اكسر لك الكحكاية دي. خد يا اسطى انا هكمل وانت كمل اللقطة دي معاك. مش انت مشغل ولا شغل؟ مشغل انا ما تفلسفش. مركز هنا؟ يا سيبك من وشي. أكرم واحد بيننا السرير. وأنت طالع مني. أنا مني من كريم حتى. بيقول لك مرة واحدة محكوم عليها بالإعدام كانت بتتكلم. ده آخر حاجة تتمناها في حياتك إيه؟ قلت لهم عايز واحد منك. مش جديد أنا مش جديد. عايز جديد؟ قلت لهم بقى. والله؟ أنت سمعتها؟ انت ما ديك ضحكت عليها تاني. لا لا لا. الإرهاب بتقول فشل أبو السنة. ده عندي أنا ده؟ احلف مستحيل. ليه تلوم مني نكسي كريم ما خلاص يا مون بجد كان مليئة صدق صرام حاجة نكسي كريم ما خلاص يا مون بجد كان مليئة صدق صرام حاجة فاضي يا عم حبيب تعال كمل بالله عليك اصب بس مش عارف ايه انت عايز انزل على فيسبوك؟ اه انا عايز اللقطه بالظبط يا عصام انا بصب خش كده قرب بص حتى انا بص استنى استنى هو بس الكوبايه بتاعتك كتبوا شويه صغيرين لا كوبايه بس ما تنشكش شوف واحد ينتشك على عصام ابري قلت لك قرب كده من انا قربت مبنى خرابه ده الكافيه افخم واحد انا ماسك بيه انت اكلت الحلويات كلها عصام؟ اه ده انا نيك اقسم بالله ده انا ما دقت يا ابن الم ده ما دقتهاش عايز كيلو هريسه اكل حته يا احمد بالله عليك حته من ايه؟ من اي حته؟ من لك ايه؟ اكلتهم كلهم طب حته هريسه اما نروح هناك اجيب لك قول اقسم بالله هتجيب لي علبه مقفوله اكلها لوحدي ده انا كنت هاكل دي قبل السحور يا عم خلاص ده سحوري ده يا عم خلاص ها يا ابن الم كلمتك خبرتك فوق انا مش هاسكت انت فاكرني اسمه ايه ده الولد مش خليت امك سيب الميه سخنه ها هتبقى على طول يا عصام ها فيك يا عصام هو شغال يسيب لك الميه السخنه على خير جاي حد بجرايه بص نزل اتلسع بس عصام ريح عصام ايه والله ما جيت ناحيته وسهل 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 وانا بدي مش عارف شايف بلاي ولا ايه اوعى ايدك يلا بقى لا وقت مش عارف يلا يلا الله بارك وقت شايف بلاي بص خد بص لي كده بص 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 شفت الصاروخ بتاع ما فيهوش ميه خلصت الميه عندي ما كانش فيه اصلا ايه الجزائر الجزائر الغريبة اللي عاملة بص اللون بتاعها ازاي؟ بص بص اللون بتاعها بص عاملة زي طبق العكارة ما انا دول هحطهم يعني هحطهم هتنكب بره والله
بس خليني ارجع شوي. اعجل يا عصام. ركز معايا يا ابني. لا تسمع كمان ارجع شوي. انا بس وده فيه تخاف مش منك يا ابني. بص عامل ورده ازاي من فوق. انا ده. امسك. وانت خليني ارجع انت انا بس. لازم اسمه مش بس شكله حلو بقى. شكله يا نفسي. يا عم بن مين يا عم؟ والله البن لا لا احط نسكافيه معلش. البن بيرسم معاك. معلش انا مش هرسم معلش. انا هشربه في الاخر. اديله يا عم. احط انا ولا انت؟ حط عصام. يا عم البتاع لازقه في ايدي. ما انت حطه بسرعه. ايوه بس عصام. يا ابني اهدى يا خريف. كريم فين؟ والله كريم نايم ولا ايه؟ كريم انا بقول الفجر انت. كده هو المنافي. انت. هو انت نايم اتنين. يا لهوي. عرفت ولا لا؟ غبي قلت لك. عصام اللي هزها احمد. وربنا مش عارف مين ده؟ انت قدام المهندس كده عندك يا مندي؟ اه يا باشا. نفس الكلام كده؟ ده على طول كده ده بيشربها من تحت. بيبدا لحس الاول. لا لا يا بس يا عصام انا بعرف والله ما احبش كده. انت اوسخ واحد. خد بقى صورنا انا بمسك الكوبايه كده. صور ايه يا بندي؟ امسك على وضعك كده. هي هتتصحن من تحت. هيعرف هتتصحن من تحت. باشا دي مش اي حد يشربها. ليها ماسكه. ايوه اشرب ايه؟ هزه. يا ساتر. بس عامل دي كده. التليفون بينقط ميه يا لهوي. اقسم بالله انت